السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم مختلف واستثنائي. غنهضر على الكوميديمون في القطاع، ولكن غنهضر على التحكيم. علاش التحكيم؟ لأن أول مرة رسميا التحكيم اعتمد على قوانين تكنولوجية، يعني التقنية حديثة اللي كانت جربت قبل ولكن استعملت رسميا في الكوب دافريك، في الكوب دي موند في قطر. كنسمعوا الكره الذكيه ولا البالون كونيكتي، لوغ جو سيمي اوتوماتيك، البالون واش خرج ولا لا. غنحاول ان شاء الله نشرح بطريقه مبسطه هاد الامور. انا كنتفرج في القهوه في ديورنا كل اعاده كنشوفوا اللي خرجت الماركات بي اورجي ولا لا. دونك غنحاول نشرح بطريقه مبسطه. قبل ما نبدا كنقول الفريق الوطني المغربي هنيئا للمرور الدور الثاني، وان شاء الله مزيدا من التالق. لو بالون كونيكتي، ملي كنسمعوا البالون كونيكتي خصنا نعرف بان الكواري دابا اللي كيلعبوا بهم في قطر فهما في الشكل وفي لو بوا وفي الخاصيات راه بحال لي بالون كاملين، ولكن عندهم واحد الميزه هو انهم فيهم واحد الشريحه الوسط، واحد الكابتور الداخل. الكابتور ما يمكنش يديروه برا، لان برا الكره غتولي لينيرسي، غادي تفقد التوازن ديالها. حنا خصنا الكره ما عندهاش بوزيسيون باركين، فين ما وقفت خصها توقف الا كان بلو اوريزونتال. دونك شدوا البالون الوسط ديالو في لسباس. دابا هادي الكره في لسباس هنا، دار واحد لو كابتور. هاد الكابتور بيان سور الي اتاشي بار دي زاتاش، وهو فيه هاد الكابتور هو عباره على واحد الكابتور كيتسمى دو ميزور انيرسيال. هاد الكابتور دو ميزور انيرسيال فيه بون بالنسبه للامور التقنيه ماغاديش ندخل فيها بالتفاصيل، فيه ان اكسيلوغوميتر وجيغوميتر كيعطينا جميع البيانات ديال الكره، العلو ديالها، الفيتاس، لاكسيليراسيون، لا بوزيسيون ديالها، الاتجاه ديالها، لانكلينيزون، جميع المعطيات اللي عندها علاقه بالكره. انت ضربت هاد المعطيات كيمشيو لليتي سونترال في الفار بمعدل 500 هرتز، يعني 500 انفورماسيون في الثانيه. دونك سكيفي الكره الي اوتونوم. وملي كنقول عندنا شريحه الكترونيك راه خصها طاقه باش تخدم. دونك داكشي علاش كنقولوا لي بالون اللي كيتشارجا، وكنشوف كيتشارجا فيكسيمون خصو يتشارجا، كيتشارجا بواحد الشارجور مانيتيك بار اندكسيون مانيتيك، ماشي ان فيل، ماشي ان كونتاكت. كتوقف الكره وكتشارجا واحد ساعه ولا ساعتين، وكتكون عندها واحد لوطونومي، يعني تقدر تخدم بها 6 سوايع وانت كتلعب بها وهي مشارجيه. ولكن ملي كتسالي لا شارج كتولي كره عاديه ديال الكره اللي كتلعب، ماشي كتفش ولا غير ما كيبقاش ذكيه، كتولي تاكل العصا ولكن ما كتبقاش ذكيه. دونك هذه من ناحيه الكره. دونك ما بغيتش ندخل في التفاصيل ديال الشرح ديال الكابتور، ربما في شي فرصه اخرى نقدروا نلقيش هذا الكابتور. راه كيتستعمل حتى في الماتريال ميديكال، بحال دابا في لي طابلو اوبيراتوار اللي كاين لا بوزيسيون، لانكلينيزون، لا اوتور، لو ديبلاسمون لونجيتودينال، راه كاين ان سيركل انتيغري في لا طابل اللي كولي في كارت لي يجير هاد توت لي بوزيسيون باش كنعرفوهم. ودير في تيلي كوموند بون دير بين قوسين. الوغ نرجع لوغ جو. شنو هو لوغ جو؟ سومي اوتوماتيك. بعدا قبل ما نعرفو لوغ جو سومي اوتوماتيك رابيدمون خصنا نعرفو شنو هو لوغ جو. لوغ جو غنشرحو للناس اللي عندهم ثقافه بحالي متوسطه في الكره. لوغ جو داك الاربيط اللي كيبان لنا ديال التوش هز الرايا وغادي يجري غادي جاي، فهذا راه عنده مسؤوليه كبيره اكثر من الاربيط سونترال. علاش؟ لانه كيكون هو اخر، الا غلط في لوغ جو، غلط في القرار ديالو، كيمكن يحيد بيت ولا يعطي بيت، وكان قرار ديفيسيل. دونك دابا مع لا تكنولوجي ما بقاش هذا المشكل. كومون انا غادي نشرح. دونك مثلا هذا هو التيران ديال الفوت، هادو هما البارا وهذا هو السونتر. بون هذا لنفرض ان عندنا دي جوار هنا نقول هذا لي جوار حمرين، عندي هنا ان جوار، هذو لي ديفونسور، وعندي ان اتاكون خضر. لاتاكون هذا الجول ديالو هو خضر. دونك عندي هنا ان اتاكون اللي عنده البالون، وعندي هنا ان اتاكون. هذا اتاكون غادي يمشي ماركي، غادي يستقبل الكره ديالو من عند هذا السيد هذا الجوار باش يديرها. دونك الاربيط ديال التوش قبل كيكون هنا، كيكون في اخر اللعاب، كيجري باش يتاليني مع اخر اللعاب ويشوف لو مومون اللي ضرب الكره الجوار الخضر
هذاك المهم اللي ضرب كره كيشوف هو هذا اللاعب واش اوغ جو ولا لا، واش عنده شي بارتي في الجسم هي اخر حاجه خارجه ولا لا. وكان سيتي هذا القرار كان صعيب لان كانوا لي زيرور بزاف. دابا مع لا تكنولوجي هو ان قلنا الكره ملي كيضرب هذا الجوار الغوسو هذيك ديك لو شوك ميكانيك سي سي حيت ديك لو شوك راه سي اون اكسيليراسيون اكسيليراسيون بريسك دونك حيت فيه اكسيليرومتر الغوسو هذاك لو شوك كتصيفطو الكره قلنا كتعطي 500 بيان في الثانيه كتمشي ترسل بانها راه ضربت وشحال القوه باش ضربت وشحال لافيتيس باش غتمشي وشحال في لو مومون اللي ضربت هي عندي 12 كاميرا كيكونوا 6 هنا و 6 هنا 12 كاميرا اي سون سينكرونيزي وكيتبعوا اي لعاب والكره واللاعب كيتبعوا في واحد النقاط نقاط محدده هي 29 نقطه دايرين في لا مورفولوجي في الاناتومي جسم هو هذا دايرين رجلين هما هادو مثلا نقطه هنا نقطه هنا نضغط في الركبه في الرجلين في اليدين في المرفق في العنق في الراس 29 نقطه هادو ملي كيتحركوا واللي هاد لي دوز كاميرا اللي هما سينكرونيزي كونيكتي بيهم كيتبعوا هاد 29 نقطه. كان ممكن يديروا دي كابتور لي جوار ولكن ما يمكنش لي كابتور لي جوار سافا جيني ما غاديش يكونوا الاز لان كون كان لي كابتور تكون سهله ولكن افيك هاد لي كاميرا كنحدوا هاد النقط وفي لو مومون اللي كتضرب الكره هاد لي بوان ديال ليكيب او بي كيشوفوا اخر بوان ديتيكتي الا كان اورجو راه غادي يبان اوتوماتيكمون دوك كيبان الا كان غير مثلا غير مرفق هاد الكوتي هذا ديال هذه اليد هذه اليد وهذا المرفق الى غير المرفق ولا بوتيتر لي بول هنا بلاصه لي بول بانت هنا خارجه واخا غير ب 1 سنتيمتر فهاد الكاميرا كيديتيكتيو ولا دوك لا ديتيكسيون اي اوتوماتيك ولكن كيعاودوا يعلموا الاربيتر باش ياخذ اون ديسيزيون داكشي اسمه اسمي اوتوماتيك لان حيت لا ديسيزيون ماشي اوتوماتيك دونك هنا لوغ جو ما يمكنش يكون عندي الخطا نهائيا لان لو مومون اللي كتضرب الكره بالرجل ولا بالراس وقبل في لو مومون قبل ما كناش كنعرف ذاك لو مومون اكزاكت ديك اتي ايكالا زيرو بلوس ديك دابا هنا لو مومون مع هاد لو مومون ديال هاد لي كاميرا هاد لي كاميرا كاين في لي طوا وهاد لي كاميرا ماشي هما اللي كيصوروا لنا الماتشات اللي كنتفرجوا فيهم هادو لي كاميرا ديال لابليكاسيون خاصين بالتيران في هاد العمليه هما اللي كيحولوا لنا هاد الصور اون ديسان انيمي اون 3 دي ملي كيبقى يدور الاعاده راه حتى لي سبيكتاتور في التيران حتى هما كيشوفوها دونك هكا كيكون لوغ جو دونك بقى لنا دابا الكره واش خرجت ولا دخلت الو غابيدمون نورمالمون في الفوت الكره خصها هذا هو البون هذا هو الخط ديال الكره اللي كانت هنا هذا هو التيران واحد القضيه قبل ننسى الجول البيت ديال رونالدو اللي تقبل بيت ولكن ما تقبلش بان هو اللي ماركاه راه بار دي سيستم دو ديتيكسيون هو بالنسبه لي راه ضربه ديفيا ولكن لقوا بان الكره ان با سويبي ديك لا فورس ديك لو شوك دونك ماشي هو لا تكنولوجي حيدت لي داك البيت ديال الكوفر ما عقلتش معامل مي الو هنا عندي كره هنا خارجه هنا داخله هنا الوسط الوسط صافي راه ملعوبه يعني الكره خاصها تكون خارجه كلها خاصها خاصها تكون هكا باش تكون لا توش ولكن شنو كيوقع مثلا انا عندي هذا هو الخط ديال التوش انا نشوفه من الجنب من هو هذا البارتي هذه من الجنب والكره مثلا هي هذه ارى الكره هي خارجه في التيران خارجه حيت الكره عندها ان بوان دو كونتاكت مع لوريزون سي لا طونجونت ماشي مربعه كانت مربعه يكون عندنا كالكول ساهل دونك هي خارجه كلها هادشي كله خارج على الاكستيريور هذا هو الخط ولكن في لاسباس الى شفنا هاد لابارتي هادي هاد السباس هذا راه داخل التيران ولكن داخل التيران هادو راه بهاد لي كاميرا دونك الا داخل التيران راه الكره ما خرجتش لان هاد السباس داخل التيران التمارين راه واخا العرض ديالو راه في بارتي دو تيران دونك مي سي تري ديفيسيل باش تشوفها على نو ولكن في سيستيم في لابليكاسيون كتقدر تشوفها دونك حنا ماشي بحال الباسكيت الباسكيت ديال سباس كاين ديال التيران الا كنتي الفوق واخا تجيبها من هنا غير خصك ما تكونش على رجلك في الارض تجرع دونك تو لي سباس ديال التيران ولكن هنا لا دونك وحتى بالنسبه للاصابه لا ميم شوز كيشوفوا ان خص الكره تدخل كلها ولكن الا دخلت كره
كتبان دخلت كلها، ولكن لا سوبرفيسي مثلا الكره مثلا دخلت هنا، دخلت ولكن هذا لارك هذا ملي شفناه من الفوق لقينا هذا خارج بس لانين داخل التيران ما محسوبش بيت. يعني خص الا درت لا بروجيكسيون ديال هذا لارك خصو يعطيني داخل التيران، يعني الكره كلها ماشي غير البلاصه ماشي غير في الوصول ماشي غير في الارض، حتى هذه البلاصه هذه. وهذا هو البيت اللي تحيد اللي تبارك علينا ضد كندا، درت البوطو رجعت كانت كتبان داخله ولكن هي راه داخله في الارض، مي هاد الـ هاد البيريمتر هاد البارتي هادي الى في لسباس في الهير راه داخله، يمكن داخله دونك البيت ما محسوبش. يعني الميم ميم برانسيب على لاتوش. كنظن نتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء ان شاء الله في المواضيع اللي جايه واللي غتكون متعدده وفاريي، وشكرا لعنكم.